السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالنهار غادي ندير لكم واحد الفيديو على التاريخ وعلى النقود التاريخية والأثرية. كما كتشوفوا معنا هنايا واحد العدد من قطاع النقدية. هذه القطع النقدية هذه يعني 5 قرون ونصف مليت هذا القطع هذه تخدمت 5 قرون ونص تقريبا ملي كانت هذه النقود. هذه النقود مغربية الأصل دوريجين تاريخ مغربي كما كنشوفوا معنا هنايا. عندي هنايا 10 فرنك، عندي هنا 10 فرنك. من هذا النوع ديال 10 فرنك عندي 18 قطعة. وعندي هنايا بالنسبة لواحد يعني فرنك واحد 2 قطعات، يعني اللي كيهمهم الأمر يعني على هاد الأثارات وهذا النقود القديمة يعني اللي عندها ثمينة يعني اللي عندها قيمة يدير الأبوني ويدق الجرس يدير الإعجاب. ومن إلى بغى يعطينا شي معلومات على هاد النقود هذه يعني هاد النقود التاريخية يحكي لنا يعني العهد ديال هاد النقود في ذيك الوقت هذيك يحكي لنا. وأهلا وسهلا ومرحبا إلى بغى يعاوننا فيها. يعني أنا يعني ما عنديش كي كنقولوا معلومة على كل شيء، هذه فوق تخلقت يعني هي كاين التاريخ فوق تخلقت، ولكن ما هي الظروف في ذيك الوقت اللي كانت في ذيك الوقت هذيك. أما دابا غادي نشوفوا التاريخ. كما كتشوفوا معايا التاريخ ديالها هنايا 1366 اللي تصاوبت هذه النقود هذه 1366 هذه 10 فرنك. كي قلت هادو يعني مكتوبة 10 فرنك، هذا الوجه ديالها من الجهة الأخرى. هذا هو كي كنشوفوا عندها التاريخ عظيم، تاريخ البلاد نتاعنا، البلاد العزيز، المغرب العزيز، تاريخ بلادي هذا. وهذا الشيء هذا ما غاديش نفرط فيه، يبقى تاريخ عندي دائما وابدا. كي كنقول اللي عنده شي معلومه بغى يحكيها لنا اهلا وسهلا، وما ينساش غير يشترك في القناه معنا ويزيد يفيدنا. عندنا هنا كي كنقولوا هنايا هذه النقدة هذه يعني الا جينا نشوفوا هي مكتوبها فيها عربية. انا ما كنقراش العربية، يعني كنقرا الهولندية يعني، ولكن النجمة مغربية. هنايا العكس ديالها كما كنشوفوا هنايا العكس ديالها 1 فرنك، هذه فرنك واحد يعني 1 فرنك مكتوبة فيه حتى هي العربية، لأن التاريخ ما كاينش، ما فيهاش التاريخ، ولكن 100% عندها التاريخ قديم بزاف. علاش أنا طلبت المساعدة للناس الخبراء اللي كيعرفوا على هذا القطع النقدية التاريخ ديالها بالضبط يعاوننا فيها ويعطينا معلومات عليها، الله يجازيه بخير. هذا هو يعني كاين 2 الأنواع ديال النقديات، كاين هاد الزوج هادو كي قلنا، وكاين هاد 10 فرنك هادي كما كتشوفوا 10 فرنك يعني 1366 فاش تصاوبت يعني تقريبا 5 ونص ديال القرون هذه.
وهناك كنشوفوا، الا شفتوا هذا الشيء هذا اللي كتشوفوه، كانوا في ذاك الوقت هذوك يعني ما بقاتش النقدية في ذاك الوقت، صافي ما بقاتش كعملة يتصرف بها الناس، بقات الناس كتستعملها بحال الصرع نقولوا بالحلي، كانت تستعملها تثقبها ودير لها ويديروها في العنق ديالهم كما كتشوفوا هنايا. هاد الشيء هذا اللي كان معاه هذا راه كان يعني صرف صرص يعني سلسلة العنق نقولوا، هذا هو اللي كان فيه كما كنشوفوا هنايا، هاد الشيء هو اللي كان، كانت النساء المغربيات كانوا يستعملوه يعني كزي، هذا هو اللي كان معاه. وهذا الشيء يعني غالي وعزيز عليا انا بعد شخصيا، لان علاش فيها التاريخ بلادي، فيها ريحة بلادي، وفيها كل شيء، وهذا الشيء هذا غيبقى عندي مدى الحياة، ويورثوه أولادي، ما غاديش نفرط فيه صراحة. كي كنقول غادي يجيو إن شاء الله، غادي نحط واحد العدد ديال الفيديوهات على النقود ديال مثلا النقود الأوروبية اللي كانت قبل الأورو موجودة، كاينه ديال البرتغال، وكاينه ديال حتى المكسيك كاينه فيها يعني اللاتيني، وكاين النقود فرنساويه كي كنقول قبل الاورو، وكاين بزاف يعني. غادي يجيو سلسله من الفيديوهات على النقود التاريخيه، والنقود اللي هي ما بقاتش كتستعمل كعمله. وهذا هو، ما تنساوناش الاشتراك في القناة، وما تبخلوش علينا بمعلومات على هذا الشيء هذا، ومرحبا بكم، وتستاهلوا كل خير، وتبارك الله عليكم، ومع السلامة.